هذه السيارات الممنوعة من الاستيراد. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سامية شو ديزاد. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 76 عن دفتر الشروط الخاص بالمصنعين ووكلاء بيع السيارات، ووفقا لذات العدد من الجريدة استثنى دفتر الشروط المحدد لشروط وكيفية ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة استيراد السيارات ذات محرك ديزل، وتضمن في مادته 29 أنه لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة أقول استيراد بالنسبة لفئة المركبات السياحية إلا تلك المجهزة بمحرك بنزين كهربائي هيدروجيني هجين، بنزين كهربائي، بنزين هيدروجيني أو غاز البترول المومير، الغاز الطبيعي المضغوط أو قابل للتجهيز به، والتي تستجيب انبعاثات الخاص بها لتشريع وتنظيم المعمول بهما. وتتم عملية استيراد السيارات المركبات الجديدة طبقا لأحكام المادة 58 من قانون رقم 13/8 المؤخر في 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالي لسنة 2014 المعدل. بينما عمليات فحص المتبقى للمركبات المستوردة على تتم مستوى من منشآت الميناء أو مستودعات المؤقتة أو المستودعات الجمركية، وذلك قبل عملية التخليص الجمركي في إطار الوضع الاستهلاك طبقا للأحكام التنظيمية المنظمة لمراقبة متبقات المركبات.